هنتكلم النهاردة عن خلع الأسنان. نصيحة آخر حاجة تفكروا تعملوها إن كنتوا تخلعوا ضرس أو تخلعوا سنة بتاعت ربنا. أقصى حاجة ممكن الطبيب يتعب معانا فيها معلش ونستحمله لغاية ما يخلص جلساته ونسيب مكانها. طيب في حالات ما ينفعش فيها نفضل سايبين السنان أو الضروس، مثال مثلا إن الضرس يكون مكسور تحت العظم أو يحصل خراج شديد جدا تحت العظم ما يبقاش له حل، أو مثلا ضرس العقل لو في مشكلة. ساعتها بعد الخلع طبعا لازم نتبع التعليمات المظبوطة، من احنا بناخد الأدوية بتاعتنا اللي الطبيب بتاعنا بيقولها لنا، من مضاد حيوي أو مضاد التهابات، من ان احنا بنحاول ما يبقاش فيه بصق بعد الخلع أو بعد الجراحة خالص، ونحاول قدر الإمكان المكان دوت ما يتلوش، ونفضل محافظين عليه بطريقة نظيفة وبتنظيف مستمر بدون أي تلوث في المكان.